نتعرف على طريقه وكيفيه حل مشكل سناب شات لديك الكثير من الاصدقاء. نقوم بضغط هنا على ضبط الاعدادات، ثم نضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول الى الاسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم. سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقه، وبعد ثم نضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، وبعدها سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم.